السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في قناه كل ما يخص الشطرنج معكم تامر غندور. النهارده هنكمل سلسله 300 موقف شطرنج لازم تعرفهم الحلقه رقم 22. طبعا يا اساتذه السلسله دي مهمه جدا لاي لاعب شطرنج عاوز يحترف الشطرنج بشكل احترافي. تمام تمام، يلا بينا ندخل على طول عشان نكمل هذه السلسله العظيمه. قبل ما نبدا ما تنساش بقى تدعمنا باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وطبعا ما تنسانيش من اللايك والشير كل التحيه والتقدير كل التحيه والتقدير للافاضل اللي معايا تحياتي 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 طبعا آه اخر حلقه الحلقه ال 21 احنا وصلنا للموقف آه 262 واحنا هنبدا نكمل السلسله 300 موقف شطرنج لازم تعرفهم طبعا السلسله دي من تاليف الجراند ماستر الكاتب ليف البرت الراجل دوت جمع اكتر من 300 موقف شطرنج يعتبر مخزون الشطرنج لاي لاعب، يعني اي لاعب شطرنج عاوز يحترف شطرنج بشكل جيد لازم عنده حصيلة جيدة من المواقف الشهيرة. زي مثلا المواقف الشهيرة في النهايات، المواقف الشهيرة في التكتيكات، المواقف الشهيرة في الاستراتيجي، المواقف الشهيرة في الميدل جيم وهكذا. هو الراجل جمع لك أهم 300 موقف و ال 300 موقف دولت هتلاقيهم بيتكرروا بشكل مستمر في دورنا الرسمية. يعني أنت عشان تلعب شطرنج بشكل احترافي آه لازم يبقى عندك حصيله جيده من المواقف آه الشطرنجيه، وكلما زادت هذه الحصيله كلما انت آه قدرت ان انت آه تستفاد من هذه الحصيله في دورك الرسميه سواء كنت بتهاجم او كنت بتدافع. تعال نشوف بقى اول موقف اللي هو 263 والنقل هنا بلاك تو موف، النقل هنا الاسود. ازاي الاسود آه ياخد افضليه في الشكل ده؟ آه عاوزك بقى توقف اللايف او توقف الفيديو. وفكر تلعب هنا ايه طبعا ده لايف يا اساتذه انا عاوز اشارك معاكم الموقف بدل ما احل على طول ناخد وندي مع بعض في الموقف ونحاول ندرس شويه هديك ست ثواني تفكر فيه تمام تمام طيب هنا تعالوا نتكلم شويه زي ما انت شايف كده لما نيجي نبص على اي موقف بتقيمه ماديا اول حاجه الاسود هنا عنده ايه؟ عنده حصان، عنده فيل، عنده رخ، والابيض عنده هنا ايه؟ عنده وزير وحصان. مبدئيا الوزير والحصان قصاد الرخ والحصان والفيل الابيض افضل. الوزير بتسع بيالي والحصان بتلات بيالي، يعني 12 بيده. خليك معايا بس آه للاخر يعني. آه الفيل والحصان بستة وخمسة 11. ولكن الوزير هنا آه مكانه افضل يعني الوزير ممكن آه باللعب الجيد للابيض هيقدر آه يتفوق على الاسود في الشكل ده عشان الوزير قطعه فعاله وقويه جدا ولكن التفوق المادي لدى الابيض آه لا يمنع ذلك ان هو يكسب الموقف ده عشان النقل هنا للاسود فالاسود هنا عنده تفوق استراتيجي ازاي بقى الاسود يكسب في الشكل ده هنا آه تكمن فكره الموقف ده تلعب هنا ايه طيب هنا بنقول في في الموقف ده اول فكره تخطر على بالك ازاي ان انت تاخد الوزير خد بالك من الافكار التكتيكيه او متى تلعب التكتيك ان ان تعمل تريب للقطعه او تعمل تريب للوزير الوزير في حد ذاته هدف تكتيكي في اي مباراه شطرنج تمام تمام طيب هنا ازاي تاخد الوزير بشكل اجباري في الموقف ده هنا دي الفكره بتاعه الموقف ازاي تصطاد هذا الوزير طبعا انا كده شبه حليت لك الموقف بس فكر معايا برضو وحاول تشوف الافكار الموجوده هنا ايه تلعب هنا ايه جود بلاي لو جبت رخ اي 2 احييك على النقله دي طبعا رخ اي 2 دي بتعمل حاجه اسمها الفورك حرف ال ال ما بين الملك والوزير خلي بالك مربع اي 5 او دي دي 4 المربع دي فور دوت هو مربع الفرك بالحصان على الوزير وعلى الرخ إذن الرخ هنا نقله تكتيكيه ديكوي بقول له كش ملك طبعا لو كل ملك في رخ خلاص هديله الفرك بالحصان واخد وزيره كلام جميل كلام جميل ولكن هنا هو مش مجبر أنه هو ياكل الرخ هيلعب كينج دي 3 لو انت لعب عليك النقله دي تلعب هنا ايه برضو انت عاوز تحقق نفس الفكره فهتلعب معاه نقله جيده وهي اي 4 بقول له كش ملك دلوقتي الملك ما عندوش ايه غير ان هو ياكل الرخ او يجي على المربعين دولت دي النقلتين المتاحتين في الشكل ده طيب هو لو جه على اه مربع اه سي 3 اه نفس الفكره هديله كش برضو ياكل اجباري وبعد كده اديله فورك واخد الوزير يبقى اذا كده كده الوزير وقع في المصيده هياكل هنا اه كينج بي 2 وبعد كده تلعب الفورك بتاعتك ان دي 4 يبقى الفكره دي فكرة مهمة جدا اللي هي ازاي تعمل فرق اجبارية آه على آه معسكر الخصم ان انت تاخد قطعة آه بالشكل دوت او ان انت تصطاد وزيره بالشكل ده تديله آه رخ على الهواء سواء كلها او ما كلهاش انت بتاخد وزيره بشكل اجباري. كلام جميل كلام جميل. تعالوا نشوف الموقف اللي بعده. طيب هنا النقلة لمين؟ النقل هنا بلاك تو موف، النقل هنا الاسود. النقلة هنا للسويد تلعب هنا ايه زي ما انت شايف اولا لازم الاول تبص على الرقعة كويس في الشكل ده الابيض دلوقتي بيهدد بمات في واحد اولا ده اول حاجة في اي موقف بتشوفه لازم الاول تشوف التهديد بتاع الخصم ايه بتاع تهديد الخصم هنا ان هو عاوز مات في واحد سواء بالوزير او بالرخ حلو الكلام طيب ايه بقى المطلوب في الاشكال اللي زي ديت؟ اما تكون يعني في مات اجباريه عليك في مات اجباريه عليك يعني خساره لا محاله تفكر ازاي؟ برضو عاوزك توقف اللايف او توقف الفيديو وحاول تجيب لي البيست موف هنا تلعب هنا ايه؟ ست ثواني وتفكر طبعا تحياتي لكل الاساتذه تحياتي للاستاذ سايلنت واستاذ محمد ممدوح واستاذ كاموس لا اللايف مش متسجل ولا حاجه انا معاك اهو برد عليكم عشان اثبت لكم انه هو مش مش متسجل الابيض دلوقتي بيهدد بمات في واحد وانت دلوقتي كاسود تلعب ايه برضو وقف الفيديو وحاول تكسب في الشكل ده او تتعادل على الاقل انت بتخسر اجباري الابيض بيهدد بمات في واحد سواء يديك مات بالوزير او مات بالرخ تلعب هنا ايه في الشكل ده؟ اديك ست ثواني كمان حلو قوي صديق ممكن يقولي انا خلاص عرفت الفكره يا استاذ ايه الفكره يا استاذ؟ قال لي دلوقتي انا في الحاله اما اكون خسران لا محاله بفكر في فكره التعادل بفكر في فكره التعادل انا خلاص بخسر اجباري يعني رخ على مربع اتش 7 كش مات او وزير على مربع اتش 7 كش اذا انا هفكر في الاوبشن الثاني الاوبشن الثاني ان انا العب على التعادل ان انا ما اخسرش طبعا الـ اي لاعب شطرنج اول حاجه او اول اوبشن اول اختيار بيختاره ان هو يدي مات ان هو يكسب اصلا تفكر في المكسب طيب لو ما فيش مكسب في الشكل دوت وانت محطوط في وضع ان انت تاخد مات يبقى تاني فكره تلعب عليها هي فكره التعادل. طيب عشان العب على فكره التعادل لازم استحضر احد افكار التعادل. طبعا حالات التعادل كتير منها مثلا الاستيل مات ان الملك يكون مخنوق. دي حاله من حالات التعادل. تكرار الكشات تكرار الكشات بشكل مستمر ده حاله من حالات التعادل واهلو مجر طبعا اول حاجه هفكر فيها اللي هي الكشات انا عندي كش بالوزير وكشب الرخ أيًا كان يعني آه كشب الرخ أو بالوزير أنا هاجي في المربع ده إيه بعد كده؟ هتلعب إيه بعد كده؟ هاجي بعد كده إيه ال... هاجي أديله كشب بالوزير هياكل بالرخ ويبقى برضه طالب مدفوع واحد فكر حاول تجيب آه الفكرة هنا برضه أسيب لك ثلاث آه ثواني تفكر شوية أسيب لك ثلاث آه ثواني تفكر شوية في الشكل ده عشان الشكل ده مهم جدا جدا جدا، كلام كبير جدا جدا جدا، تلعب هنا إيه؟ الأبيض بيهدد بمات واحد، طيب تمام. اه صديق قال لي انا خلاص عرفت الفكره انا كده هلعب على فكره التعادل اللي هي مات ان انا اضحي بكل قطعي عشان اتعادل مع الخصم بشكل اجباري ازاي الكلام ده يا استاذ ببساطه خالص ان انا هلعب ايه هلعب رخ بي1 ودي كش ملك قول لي موف طبعا هيغطي بالفيل هتبقى أنا ضعيفه هاكل برضه بالرخ وما عملتش حاجه فهنا لازم يجي على المربع دوت لو جه على كينج اتش2 هتلعب نقله جيده وهي تكتيك التعب هقول له رخ اتش1 كش ملك طبعا ممنوع يخرج عشان الحصان منع مربع الهروب فاجباري ياكل كينج اتش1 هلعب نقله جيده وهي نايت جي3 ودي كش ملك بقول له هات وزيرك يعني لو حرك ملكه هاخد حصان في وزير وخلاص كده آه الاسود بيكسب فهنا اجباري لازم ياكل ايه؟ لازم ياكل حصان اف في جي جي3 هلعب بعد كده كينج جي2 كش ملك ولو كل آه ملك في وزير يبقى كده الملك ما عندوش اي آه نقله قانونيه يلعبها بسبب آه كل القطع ملهاش نقله قانونيه والاسود خلاص كده آه عليه النقله ومفيش نقله يلعبها يبقى الدور ده ستيل يعني آه خد تعادل اجباري بالفكره ديت طبعا الفكره دي اي واحد هيشوف الدور آه من الوهله الاولى هيقول خلاص الابيض بيكسب اجباري طبعا انا عاوزك بقى تخرج من الوهله الاولى دي خالص آه مفيش حاجه اسمها آه من الوهله الاولى انت بتخسر او من الوهله الاولى انت بتكسب كل حاجه مبنيه على معيار الحسابات وتقييمك للموقف الجيد. لو قيمت الموقف بشكل جيد هتقدر تعرف ان الدور ده تعادل ولا مكسب ولا خساره. تمام تمام يلا بينا ندخل على الموقف اللي بعده. هنا النقله هنا للابيض النقله هنا للابيض خلي بالك تعالى بس نلف الرقعه او انتوا شايفين يعني ايه الوزير دلوقتي متهدد بالبيدق خلي بالك. والوزير رابط الرخ على الوزير. والأبيض معاه بدا بيضمع سالك على عمود السي. لو أنت مكان الأبيض تلعب هنا إيه؟ برضو آه وقف اللايف أو وقف الـ 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 الفيديو وحاول تجيب لي فكرة المكسب هنا إيه؟ يلا هديك ست ثواني. حبيبي يا استاذ محمد زيد يا استاذ مايند استاذ مايند أه البرنامج اللي انا شغال عليه شيز بيس يا اساتذه شيز بيس ثريدز فات 2 آه ثريدز فات 2 ده البرنامج اللي انا شغال بيه دلوقتي آه زي ما انتم شايفين كده الموقف ده اديتك آه ست ثواني اديك ست ثواني كمان عشان تفكر في الشكل ده ازاي الابيض يكسب في الشكل ده هي دي الفكره ببساطه ازاي تكسب في الموقف ده طبعا قبل ما تحل قبل ما تحل قول لي فكره المكسب انا عاوزين نتمرن على حاجه اتاده واحنا بنحل الموقف جيب الفكره الاول قلنا باول حاجه بنعملها ايه نجيب فكره الموقف فكره الموقف ايه الفكره اللي تكسبني طيب جبت الفكره استحضر احد النقلات التكتيكيه او الاستراتيجيه اللي تنفذ دي فكره المكسب بعد ما استحضر النقلات دي ابقى اعرضها على معيار الحسابات واشوف معيار الحسابات بيقول لي على النقلات دي اذا كانت النقلات النقلات اللي انا لعبتها الحسابات بتوافق عليها يبقى خلاص افعل والعب النقلات واكسب في الشكل ده اما لو الحسابات بتقول لي في خلل في بعض النقلات يبقى اذا احضر احضر نقلاتي كويس عشان انفذها بعد كده تمام تمام هنا الموقف الاستاذ كاموس قال لي بكل بساطه انا فكره مكسبي ان انا ارقي البيضه العمود السي فعلا ده دي فكره المكسب، طالما جبت فكره المكسب هتعرف تحل الموقف ده بكل بساطه، ازاي يا استاذ؟ قال لي ببساطه خالص اكل وزير رخ، الله الله الله، وزير رخ؟ اه ببساطه، ايه يعني وزير رخ؟ هو هيعمل ايه؟ هياكل وزير في وزير ساعتها اقول له سي 7 وعاوز ترقيه ما بتتحلش، وطبعا ما فيش اي كونتر آه على الابيض خلاص آه الرخ مدعمه البدء بتاعها وطالبه ترقيه اجباري، هنا هيعمل ايه؟ ما عندوش اي حاجه كبير وياكل وزير في بدا وانت بعد كده تاكل رخ في وزير وبتكسب معاك رخ زياده في الاند جيم وبتكسب بكل بساطه اذا وزير في رخ ممكن محدش يفكر فيها اصلا آه ليه انت ما فكرتش فيها عشان انت اصلا ما جبتش فكره المكسب آه النقلات القويه اساتذه بتتلعب بناء على الفكره ما تفكرش النقلات القويه اللي بتتلعب في الرقعه دي نقلات عشوائيه بتتلعب كده وانت وحظك لا كل نقله قويه انت شفتها في احد الادوار سواء شطرنج الخالد او حتى في دوار اللعيبه الجامده تملي النقله دي بيبقى وراها هدف كبير عشان كده بتبقى نقله قويه تمام تمام تعالوا نخش او ندخل على الموقف اللي بعده هنا وصلنا للموقف 266 وصلنا للموقف 266 والنقله هنا للابيض زي ما انت شايف الاسود هنا بيهدد بترقيه وزير بترقيه وزير والابيض معاه رخين والرخين مطلوبين تخيل الرخ دي مطلوبه والرخ اللي تحت دي مطلوبه طبعا انت على طول من الوهله الاولى تقول خلاص كده آه الاسود بيكسب اجباري طالب وزير وطالب رخين يعني طالب يرقي وزير وطالب آه احد الارخال فهتعمل ايه في الشكل ده برضو وقف الفيديو وقف الفيديو يا استاذ وقول لي تلعب هنا ايه النقل هنا الابيض يا استاذ خد ست ثواني طبعا اساتذه 300 موقف شطرنج لازم تعرفهم دولت مواقف تم تنقيتها من قبل الجراند ليف البرت يعني المواقف دي كلها ليها افكار انت بتتعلم من المواقف ديت بتتعلم ودي مواقف حيه اتلعبت في ادوار حيه يعني مش مجرد مواقف تم وضعها شطرنجيا لا دي مواقف في ادوار فعلا اتلعبت هنا زي ما نقول برضو من الوهله الاولى لما تيجي تبص للوهله الاولى وعرضت الموقف ده عليك هتقول لي يا عم الدور ده ايه ده اسود هيكسب اجباري ده انا طالب رخين وعاوز ارقي النقله الجايه وزير هتعمل ايه يعني ده هيعمل ايه عشان يكسب في الشكل ده وقف الفيديو وحاول تلعب آه المكسب هنا في مكسب الأبيض بيكسب يا جدعان الأبيض هنا بيكسب وقف شوف موقف وفكر دقيقتين كده ولا حاجه عشان تجيب فكره المكسب تلعب ايه الله 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 استاذ محمد زد بيقول لي هلعب رخ اي1 الله رخ اي1 ايه رخ اي1 دي؟ قصدك ايت اي8 اي8 إي مش اي1 ون. اي1 ون اصلا رخ اي1 موجوده رخ اي1 موجوده هلعب رخ الاف في اي1 الله 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 رخ الاف في اي1 ما انت لازم تحدد اني رخ ما هنا آه في رخ اي آه اي8 وفي رخ هنا على عمود السي فلازم آه على عمود الاف فلازم تحدد طبعا النقلة دي خلاص كده انا طالب ايه؟ من النقلة دي انا طالب مات يا اساتذه في واحد. يعني لو فكر يرقي وزير على سبيل المثال بقول له كش مات آه خلاص ما عندوش اي مربعات زي ما انت شايف الملك مانع كل المربعات اللي يقدر الملك يخرج منها. طيب ايه تاني؟ ايه اللي ممكن يعمله هنا لو كان رخ في رخ عادي باكل رخ في رخ ومنعت ترقيه البيضة عادي جدا برضو. ورا النقلة الجاية هتلعب دي ااا آه وهتاخد بقى البيانات دي كلها آه بكل بساطة. تمام تمام. تعالوا نخش على الموقف اللي بعده. جود بلي يا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك. تعالوا نشوف الموقف اللي بعده. الموقف اللي بعده هنا النقلة للأبيض، النقلة هنا للأبيض. تلعب إيه يا أستاذ؟ طبعًا أنا شايف الرقعة عاوزة تتقلب تقريبًا ولا انتوا شايفينها كويس. تعالوا بس نقلب الرقعة يا أساتذة. تعالوا نقلب الرقعه يا اساتذه تمام تمام هنا آه تلعب ايه؟ الوزير في مربع جيد زي ما انت شايف الوزير الوزير هنا آه في مربع جيد والرخ في مربع جيد والحصان في مربع جيد ولكن آه في هنا افضليه الابيض ممكن يعملها دلوقتي في نقله واحده ازاي تاخد تفوق في الشكل ده؟ برضو وقف الفيديو او وقف اللايف وحاول تجيب لي فكره المكسب هنا، قول لي فكره المكسب يا استاذ. قول لي فكره المكسب يا استاذ. تلعب ايه؟ حاول تجيب فكره المكسب زي ما انت شايف كده. آه وزير وحصان ورخ بيصوبوا على ملك القصر. والاسود معاه حصانين ورخ ووزير قصاد رخين وحصان ووزير طبعا في افضليه للابيض ماديا ده في الشكل دوت ولكن الافضليه دي مش باين تقدر يقدر الابيض يترجمها دلوقتي ازاي بقى الابيض في الشكل ده يقدر يستفاد من وضعه وقطعه الجيد وياخد تفوق في الشكل ده صديق بيقول لي آه, تعالوا نشوف آه, راي الاساتذه اللي معايا صديق بيقول لي ايه آه, بيقول لي في واحد بيقول لك بي بي رخ بي 1 رخ بي 1 مش جيده يا اساتذه رخ ان انت تلعب رخ بي 1 عشان تدي الفكره دي ودي طبعا هتبقى فكرة مات مش مش احسن حاجه مش احسن حاجه في الشكل ده رخ بي1 حلوه النقله دي رخ بي1 عاوز مات يا عم هتعمل ايه حلوه جدا يا استاذ ار بي1 آه نقله آه تستحق ال الاعتبار والتقدير ولكن هنا عنده ايه عنده ان هو يرجع عنده ان هو يرجع بالحصان مثلا آه يمنع الافكار ديت يمنع مثلا الحصان آه يعني عنده نقله دفاعي عنده نقله دفاعي في الشكل ده رخ بي نقلة تستحق التقدير يا اساتذه ولكن مش هي دي النقلة البيست موف في الشكل ده عنده طبعا يرجع بالر... يعني لو ممكن يلعب بالرخ عادي يرجع يمنع المتات اللي تحت يعني عنده نقلة دفاعية سواء بالرخ او بالحصان او بالوزير حتى مش احسن نقلة في الشكل ده يعني تعالوا آه نشوف الانجين هيقول ايه لو لعبت انا رخ بي 1 هيلعب هنا ايه رخ بي 1 بيقول لك غلط عنده كش دي على طول مباشره كش مات في, في اتنين. دي نقله بلندر آه يعني حتى كمان ما فيهاش دفاع انت بتنزل بالرخ كش مات يبقى دي نقله آه فادحه يعني خطا آه بلندر فادح يعني عنده دي على طول هتاكل بالرخ اجباري وزيف في رخ بكش مات. طبعا مش الكلام ده مش صح؟ الكلام ده مش صح يا اساتذه. احسن نقله هنا آه زي ما احد الاصدقاء بيقول يلعب ان اي 6 الله 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 ان اي 6 اه يا استاذ ان اي 6 ايه الفكره؟ دلوقتي انا بهدد بالمات بالوزير والحصان على مربع جي 7. اثنين انا رابط الحصان على الوزير يعني لو فكر ياكل حصان في حصان ساعتها هياكل وزير في وزير. ويبقى كده خد وزيره في الشكل ده. تلاته لو فكر ياكل بدأ في حصان ودي النقله المنطقيه هنا عنده حلين لا ياكل حصان في حصان هياخد وزيره ساعتها ولو كلب بدأ في حصان وتعالوا نشوف بقى لو كلب بدأ في حصان. لو كلب بدأ في حصان هيلعب معاه النقله ديت رخ بكش هيروح فين؟ قول لي موف لو طبعا ما ينفعش طبعا ياكل حصان في رخ عشان في وزير في وزير اجباري هيمشي نقله زي كده هيقول له كش ملك آه هيطلع هي... آه هيطلع فوق اجباري هتاكل وزير رخ وطالب مات بعديها في واحد ما بتتحلش تمام تمام اذا حصان آه حصان اي 6 نقله ويننج خلاص كده الابيض بيكسب في كل التفريعات اي نقله هتلعبها الابيض بيكسب يعني آه انا حللت حللت لك كل اللاينات يعني انا طالب مات في واحد دي نقلة الحصان على مربع اي 6 انا طالب مات في واحد مفيش وقت تفكر في اي حاجه تانية غير ان انت ترد على التهديد المميت لا اما تاكل بدا في حصان لا اما تاكل حصان في حصان وفي الحالتين آه، لا تخسر وزيرك لا تاخد مات على مربع جي 7 تمام تمام تعالوا نشوف موقف اللي بعده النقل هنا للابيض حلو جدا النقل هنا للابيض ازاي الابيض يكسب في الشكل ده؟ طبعا الموقف ده استراتيجي شويه. مش كل النقلات او مش كل المواقف لازم يبقى فيها مكسب واضح يعني ان انت تدي مات تاخد قطعه لا الكلام ده الشطرنج مش كل حاجه مكسب مادي مش كل حاجه مكسب مادي ممكن يبقى موقف استراتيجي تاخد موقف على الخصم بنقله معينه. ازاي بقى في الشكل ده انت معاك وزير ورخين وحصان قصاد فيل ووزير ورخين تلعب هنا ايه برضو هسيبك تفكر شويه ست ثواني وتقول لي تلعب هنا ايه استاذ حسين محمد بيقول لي نايت اي تمام يا جود بلاي يا استاذ حسين طبعا جود بلاي اللي جاب النقلات طبعا انا بحاول يعني عشان الفيديو ما يطولش او اللايف ما يطولش فبحاول ان انا ايه احل معاكم الموقف بسرعه بس اهم حاجه تطلع من الموقف بفكره اهم حاجه يعني انت ما تحلش الموقف وخلاص اطلع من الموقف بفكره هنا الموقف هنا للابيض ازاي الابيض ياخد تفوق في الشكل ده تلعب ايه صديق بيقول لي دي فايف دي فايف يقول لي انا فكرتي هنا ان انا اسلك بيدا على عمود دي. ولكن لو انت لعب لعبت النقله دي انت ضعفت بيدا الاي ما عملتش حاجه تعالوا تعالوا بس نشوف الكلام تعال نشوف فكره الاستاذ بيقول لي العب النقله ديت لو انت لعبت نقله دي فايف عادي هياكل هو بيدا في بيدا هتاكل بالبدا الثاني. بعد كده اكل وزير في بدا. انت كده ضعفت بدا الاي 5. وطبعا ده مش صح. القصه كلها ان انت تلعب نقله زي نقله سي 5. هي دي البيست موف يا اساتذه. سي 5 نقله قويه جدا، ايه الفكره منها؟ ان انا عاوز اناور بالحصان المناوره المعروفه، ارجع بالحصان على بي 1، ثم على اي 3، ثم على سي 4. واستقر فين؟ استقر في الاخر على مربع دي 6، ودي بنقول عليها آه مربع امامي استراتيجي جيد ومن خلاله انا يا اما بحط قطعه في الامام تسبب ازعاج كبير على معسكر الخصم او اعمل بيدق سالك مدعم على عمود الوزير او على على, على عمود الدي ايا إن كان انت بتاخد افضليه في كل الاحوال تعالوا نشوف النقلات آه لعب طبعا نقله زي اي آه 5 ان بي 1 زي ما قلنا كوين اف 8 طبعا النقله دي عشان يدخل الفيل ان 3 رجع بالفيل بعد كده لعبت نايت سي 4 بعد كده امشي بالفيل عشان يراقب الحصان لما ينزل مربع مربع دي 6 خلاص نايت دي 6 خلاص كده اتحققت المهمه بسبب نقله واحده اللي هي نقله ايه يا اساتذه؟ اللي هي نقله سي 5 ببساطه خالص نقله سي 5 ثبتت الاضعاف في السنتر وعملت حصان اسطوري على مربع دي 6 يبقى اذا فكره فكره الموقف ده ازاي تعمل مربع ضعيف قوي جدا وبعد كده تزرع فيه قطعة قوية جدا على مربع دي 6 ولو فكر بقى ياكل في الفحصان هتاكل انت بأي بدأ من دولت وتعمل بدء سالك مدعم على عمود الوزير بدأ في ستة يعني اسمه نقلتين ورقي ويبقى اند جيم سهل بالنسبة لك جدا جدا لو كسرت كل قطع البدء ده هيبقى سبب آه لفوزك في الاند جيم كلام جميل كلام جميل يلا بينا ندخل على الموقف اللي بعده الموقف دوت 269 والنقل هنا آه النقل هنا الأبيض، زي ما أنت شايف الرخ هنا رابط الفيل، حلو الكلام، و الرخ هنا في سبعة، والرخ آه ماسكة عمود الوزير، طبعًا إحنا بنعمل حاجة اسمها إيه؟ تقييم وضع القطع في الرقعة، الرخ دي جيدة، والرخ اللي ماسكة عمود الوزير جيدة، والفيل جيد ولكن. عيبه ان هو مربوط على الملك. كلام جميل. وضع القطع بالنسبه للاسود رخي الاسود جيد عشان رابط قطعه قويه على عمود جي وعنده رخي برضو جيده مش بطاله. العيب الوحيد ان الملك بتاعه في السنتر غير امن والحصان ده غير نشط بشكل جيد. دي الفكره وثلاث بيادي وشط ثلاث بيادي الاسود بيمتاز هنا ستراكشر ما عندوش اضعاف في البون ستراكشر هنا في بدائين ضعاف بالنسبه للابيض وهنا للاسود عنده ثلاث بيادق بيادي مقابل ثلاث بيادق بيادي ضعاف طبعا هنا في بدائين ممكن من خلالهم يبقى في بداء سالك على عمود البي او على عمود الايه على حسب الشكل والبدائين دول بالنسبه للابيض بيادي ضعيفه حلو كلام حلو كلام يعني لو خلص الشكل ده اند جيم كسر الاسود كل القطعه في الابيض غالبا الاسود بيكسب عشان البادئ دي هتبقى ضعيفه وهنا في فكره مكسب اللي هي آه ماجورتي بون على جناح الوزير يقدر يعمل منهم بدا سالك ويكسب بالبدء السالك ده كلام جميل كلام جميل طيب انت بقى لو مكان لو مكان الابيض تلعب هنا ايه برضو هسيبك بقى ايه تفكر شويه وتحاول تجيب لي البيست موف هنا ايه تلعب هنا ايه حاولوا تجيب لي الفكرة خد ست ثواني خد ست ثواني الله 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 صديق بيقول لي انا عرفت الفكرة يا استاذ فكرة ان انا اخد قطعة دي فكرة المكسب ان اخد قطعة اخد ماتيريال من معسكر الاسود زي ما انت شايف القطع متساوية القطع هنا متساوية رخين وفيل قصاد رخين وحصان يعني ايكوال ايكوال وثلاث بادي قصاد ثلاث بادي ماتيريال طيب عشان اكسب في الموقف ده لا اما ادي مات لا اما اخد قطعه زياده على الخصم ويبقى معايا قطعتين قصاد مثلا قطعه فهنا الابيض ليه نقله حلوه قوي وهي ار اتش 8 الله الله طبعا النقله دي ايه فكرتها انا بعمل آه برمي رخ على عمود الاتش بقول له هات رخ وطبعا هنا مجبر مجبر هنا ياكل رخ في رخ عشان اي نقله هيلعبها هاكل رخ في رخ وبعد كده الحصان ده هيبقى متعلق هقدر اكله بعد كده آه رخ في حصان يبقى اذا هنا لازم ياكل رخ ب اتش 8 طب ايه الفكره من النقله دي عشان بعديها بيشوب في سي 6 وكده انا طالب قطعه اجباريه خدت الرخ وطالب من بعديه حصان والحصان ده ما بيتحميش طيب في لاين تاني ممكن يتلعب ايه اللاين التاني ان الابيض الاسود يلعب نقله زي رخ جي آه 6 رخ السي في جي 6 تلعب هنا ايه بكل بساطه هتلعب آه البيدق في رخ وبرده انت طالب رخو النقله دي اجباري ياكل روك في اتش 8 وبعد كده هتربط برده بشوف سي 6 وتاخد برده القطعه بشكل اجباري طبعا دي لاينين موجودين لازم تبقى حاسب اللاينين وكده كده انت فكرتك ان انت تاخد قطعه ويبقى معاك قطعتين قصاد قطعه وتكسب بكل بساطه في الشكل ده تمام تمام تعالوا نشوف الموقف اللي بعده الموقف اللي بعده هنا موقف شهير جدا في الاند جيم تملي بنشوفه و... يعني شبه الشب... آه... بنشوفه في دورنا كتير لازم يحصل يعني اللي هو ايه موقف ايه الموقف ان انت معاك وده آه... قدامه نقلتين وراقي والاسود عنده بيدأ. على آه الصف السابع فكره الاسود هنا ان هو يمنع الابيض ان البدأ ده يراقي دي الفكره بتاعته طب ايه الفكره من الموقف ده يا استاذ فكره الموقف آه ده يا استاذ ان الملك لو جه على احد المربعات التلاته دولت يقدر يعمل بلوك على خروج الملك هي دي الفكره ببساطه الملك لو جه هنا على المربع ده خلاص انت كده منعت الملك ان هو يخرج لو عرفت تعمل الكلام ده خلاص لحظه واحده يا اساتذه شكرا جزيلا كلام جميل كلام جميل يبقى انت لازم تعرف الفكره لازم تعرف الفكره الابيض هنا دلوقتي عنده نقله عنده دلوقتي نقلتين يا اما كينج اي 6 يا اما كينج اي 7 دي نقله آه ودي نقله تلعب ايه برضو هسيب لك ال آه ست ثواني وتحاول تحل الموقف ده لو انت مكان الابيض تعمل هنا ايه ولازم تقول لي ليه يعني برضو الفكره آه لازم تقول لي انا فكرتي هنلعب النقله دي عشان واحد اتنين تلاتة زي ما احنا اتعودنا يا اساتذة يلا ست ثواني وحاول تقول لي البيست موف ايه كينج اي 6 ولا كينج اي 7 استاذ مصطفى بيقول لي انا هلعب كينج اي 6 ليه يا استاذ مصطفى آه طبعا كينج اي 6 هي البيست موف طبعا بتفرق يا اساتذه نقله ملك في الاند جيم بتفرق آه بشكل لا يصدق تعال نشوف اللاينين الملك عشان يروح الملك عشان يروح ياكل البيضه ده عنده مسارين عنده مسارين يا اما يمشي على كينج اي 6 ويمشي يمشي يمشي ويطلع ياخد البيضه ده المسار الاول او يمشي على طول بشكل عمودي وياخد ايه البيدق ولكن كده كده الملك في الحالتين هياخد البيدق الفرق ايه هنا ايه الفرق ان آه في آه مربع لو راحوا هيبقى الملك عنده نقله يطلع بيها على احد المربعات الثلاثه اللي من خلاله يعمل يعمل آه شولدر او يعمل آه زي ما يقول لك ايه آه تحليق ان هو يمنع الملك ان هو يجي على الثلاث مربعات اللي احنا قلنا عليهم الثلاث مربعات دول دي اهم حاجة، وفي آه نقلة تانية لو جه على مربع كينج اي 7 هيبقى الملك الاسود ده في في المربع ده، خلاص كده يبقى الملك مش هيعرف يخرج والبدء ده عمره ما هيرقي. تعال نشوف نقلة نقلة، تعال نشوف الأول النقلة اللي بتخسر أو اللي, بت... اللي بتعادل اللي هي كينج دي 6. لحظة واحدة, واحدة. دي نقله المكسب زي ما انت شايف دي كده المكسب. خلاص انا كلت البيدا وخلاص عاوز بقى النقله الجايه اجي اجي المربع ده عشان ارقي. لعب النقله دي خلاص. طب هنا عاوزين نقول حاجه الابيض الل هنا عنده نقلتين عشان يجي على عمود البي. يا اما يجي على مربع بي7 يا اما يجي على مربع بي8. الملك طبعا عنده فكرتين. لو جه هنا عشان يمنع الملك ان هو يجي على عمود البي، هيقدر الملك الابيض يروح على عمود بي8 ويزق البدأ بعد كده، زي ما حصل بالظبط، خلاص كده البدأ هيترقي اجباري، طيب تعالى ارجع لو لعب العكس، ما لعبش النقله اللي احنا قلنا عليها. تعالى نشوف بقى لو لعب كينج اي7. لو لعب كينج اي7 هيلعب ايه؟ تعالى نشوف الكلام دوت. هيخش بالملك تعال نشوف النقلات نقله نقله بص تاكل خلاص جه في المربع ده منع كل المربعات انت هتعمل ايه؟ هتلعب النقله دي هلعب النقله دي هات البيده هتزق هاجي هنا وقفلت لك كل المربعات وكده استلمات يبقى خلاصه الموقف ايه؟ خلاصه الموقف من الكلام دوت ان انت ازاي تمنع ازاي آه تروح آه آه على عمود البي قبل ما الاسود آه يجي على عمود السي بمعنى ان انت تمنعه ان هو يحتل احد الثلاث مربعات لا اما سي آه 7 او سي آه 6 او مربع سي آه 8 مهم اي ثلاث آه مربعات وخصوصا المربع ال 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 الوسطي اللي هو مربع سي 7 لو الاسود استطاع يجي على مربع سي 7 والملك لسه على العمود الايه خلاص كده ضمن التعادل بشكل اجباري. كلام كبير كلام كبير. كلام كبير جدا جدا جدا، تعالوا نشوف الموقف اللي بعده. هنا وصلنا للموقف 271. آه هنا بصوا آه تكمن بقى الاند جيم وفنيات الاند جيم وحلاوه الاند جيم. ناس كتير قوي يقول لك الموقف ده الابيض راح يرأي. طالب ترقيه اجباري والاسود معاه اربع بيادي خمس بيادي ورخ وصاد ثلاث بيادي وملي دي ال... ده الاشكال الموجوده لو انت مكان الابيض تلعب هنا ايه؟ اللي... لو انت مكان الاسود تلعب هنا ايه؟ النقل هنا الاسود يا اساتذه الابيض دلوقتي بيهدد بمات او بيهدد بترقيه وزير يبقى التهديد الواضح للابيض ان هو عاوز يرقي وزير برموشن يعني بيهدد ببرموشن بي طيب ازاي تمنع البروموشن او ازاي تمنع ترقيه هذا البيدق؟ هي دي فكره المكسب للاسود. ازاي بقى تمنع الترقيه؟ زي ما قلت لك الموقف لازم تجيب فكرته عشان الاسود يكسب عشان الاسود يكسب هنا لازم يمنع الابيض من الترقيه. دي الفكره ببساطه. فكر بقى وهسيب لك بقى 12 ثانيه تفكر عشان الموقف ده فعلا موقف يستحق التقدير والاعجاب ويعلمك ازاي ان الاند جيم ده فن من فنون الشطرنج تعالوا نشوف الموقف ده كنت 12 ثانيه وفكر تلعب ايه؟ الله يا استاذ كاموس جود بلاي جود بلاي جود بلاي استاذ كاموس قال لي انا عم عرفت الفكره فكره فنيه جدا جدا ايه يا استاذ قال لي ببساطه خالص انت عاوز ايه من الشكل ده عاوز ايه بالشكل ده؟ قال لي انا دلوقتي عاوز امنع ترقيه البيضه، فالعب نقله حلوه رخ سي كش ملك، دلوقتي الملك الملك ما ينفعش يجي على المربع ده عشان الرخ هيجي فين؟ هيجي على عمود الاتش، ولو جه على عمود الاتش خلاص هيراقب البيضه ده وياكله حتى لو هيكسره في الرخ، وبعد كده البري دي هترقي بكل بساطه. اذا الملك لازم يروح فين؟ لازم يروح على آه لما مربع آه جي 3 او مربع جي 5 دي الفكره عشان يمنع رخ على عمود الاتش وفعلا هو عمل كده كينج جي 5 قال لك ممنوع تلعب الرخ هنا عشان عاوز يرقي النقله الجايه آه الوزير قال له لا يا حاج انا هلعب رخ اتش 4 برضه واقول لك هات البيضه اجباري طبعا آه الفكره دي طبعا ممنوع دلوقتي ان انت ترقي الوزير لازم تاكل الرخ الاول فلو كلت الرخ هلعب بكل بساطه نقله جيده جدا وهي جي 5 الله الله انا بقول لك كش ملك لازم ترد على الكشه دي قبل ما ترقي البيده هتاكل ملك في بيده هخش بالملك واقول لك البيده وخلاص كده عندي ثلاث آه بيادي سالكين وبكسب بكل بساطه تخيل الموقف ده لو آه عرضناه لاي حد مش فاهم اند جيم على طول يقول لك الابيض بيكسب وانا ما عنديش اي حلول وخلاص هيقوم موقف الساعه ويسلم على القسم ويقول له جود بلاي وخلاص كده أه الله بيكسب. لا يا استاذ أه خلي نظرتك في الشطرنج وخصوصا في الاند جيم بشكل مختلف، مفيش حاجه اسمها أه ان انت تستسلم بدون ما تقيم الموقف، اه انا ممكن استسلم اه واعمل ريزاين واسلم على الخصم واقول له جود بلاي اما يكون الموقف ما فيهوش افكار ما فيهوش افكار خالص ساعتها اعمل الكلام ده. اما هنا في موقف انا عندي نقله رخ، عندي نقلات قانونيه هنا تتلعب كتير، نقله الرخ آه، نقلة رخي سي 4 نقلة قوية جدا عاوز اروح اتش 4 عشان الفكرة دي عشان الفكرة دي اللي هي نقلة جي 5 بعد ما يكون ملك فرقة تمام تمام تعالوا نشوف الموقف اللي بعده الموقف اللي بعده زي ما انت شايف الاسود هنا الابيض هنا عليه النقلة وزي ما انت شايف الاسود هنا عنده بدء سالك الاسود هنا عنده بدأ سالك تلعب ايه؟ وزي ما انت شايف البدائين دول كده كده ما بيرقوش عشان الأسود آه على مربع الترقية، يعني مستحيل البدائين دول يرقوا بدأ القنار عموما زي ما نقول بدأ القنار أو بدأ الرخ، البدائي دي ما بترقيش طالما الملك سيطر على مربع الترقية بتاعه تمام تمام، طيب انت تلعب هنا ايه؟ برضو آه وقف اللايف وحاول تشوف أحسن فكرة هنا ايه؟ قول لي يا استاذ قول لي يا استاذ الفكره هنا انا ازاي العب في الشكل اولا احنا قلنا زي ما بنعيد وبنزيد لازم اخرج من الموقف بفكره دلوقتي دلوقتي الابيض ما عندوش فكره مكسب يبقى اول حاجه انا بقيم نفسي الاول هل الابيض بيكسب؟ لا الابيض ما بيكسبش هنا عشان بادئ القنار دي ما بترقيش حلو الكلام طيب ايه الفكره الثانيه؟ الفكره دلوقتي ان الاسود عاوز يرقي معاه بدا سالك والملك مش هيلحقه لو الملك جري ورا البيضه البيضه هيرقي اجباري على عمود الجي اذا الفكره الثانيه ان اللي انت تستنبطها من هذا الموقف ان ان الاسود هيرقي وزير بشكل اجباري ما ينفعش تمنع البيضه ده من الترقيه الفكره الثالثه ايه بقى الفكره الثالثه ان انا كده لو الوزير ده رقى انا كده هخسر يبقى العب ايه عشان ما اخسرش هي دي بقى الفكره اللي انت بتمنع عليها الموقف كله آه هنا لازم افكر بقى في الشكل ده البدء ده لو رأى وزير لازم احدد موقف الملك الملك ده هيبقى فين الملك دوت لو عرفت اجيبه على عمود الاتش لو عرفت ان انا اجيبه على عمود الاتش ورقى الوزير يبقى الملك في ستيل مات يبقى كده الابيض اتعادل مع الاسود في الشكل ده هي دي الفكره فكره التعادل ازاي اضع الملك بتاعي في موقف ستيل او في موقف يكون الملك مكنون هي دي الفكره بتاعه المكسب بتاعه التعادل مع الخصم في الشكل ده تعال نشوف النقلات كينج اف كينج اف 5 اف 6 كينج اف 6 هات البيدق زق البيدق uh, دخلت على كينج جي 6 زق البيدق برضو زقيت البيدق زق البيدق رحت ده لعب نقله حلوه كينج اتش 6 الله الله الله, الله على النقله دي طبعا خلاص كده الملك ما عندوش اي مربعات يعني لازم اجباري يرقي لا يرقي فيل لا يرقي فيل وطبعا لو رقى فيل دور تعادل ولو رقى حصان الدور تعادل ولو, ولو دق رخ الدور تعادل ولو رقى وزير الدور تعادل يعني اي قطعه يرقيها تعادل وخصوصا الوزير لو رقى وزير كده خلاص الملك ما عندوش اي مربعات يتحرك فيها يبقى كده الابيض اتعادل في الشكل ده بشكل فني برضو اما بنشوف الموقف من الاول على طول ده بدا يا عم سالك هجيبه ازاي ده لو جريت وراه لو جريت وراه خلاص كده ده بيرقي خلاص انا بخسر الدور وعلى طول انت بتقول خلاص الدور خلص وبتخسر ومش عارف ايه لا مفيش الكلام ده في افكار لازم تطلع من الموقف فكره حتى لو فكره بسيطه لو عرفت الفكره خلاص عرفت تتعادل او تكسب ايا كان الموقف هتعرف تتعامل مع الموقف بشكل جيد وهتجيب احسن نقلات حلو كلام حلو كلام تعالوا نشوف الموقف اللي بعده الموقف هنا 273 الموقف ده برضه من المواقف الشهيره جدا جدا النقله هنا للابيض يا زي ما انت شايف الابيض معاه فيل اسطوري له فاعليه على معسكر الخصم اللي هو مربع اتش 7 ومعاه رخ ماسكه عمود الاف ودي رخ آه قويه جدا ومعاه وزير يقدر يجي على مربع اتش آه 5 في اي لحظه ويهاجم على الاضعاف الموجود على مربع اتش آه 7 لو آه آه البيضة ده مش محمي حماية جيدة ومعاه رخ طبعاً آآ آآ أوت اوبلي لسه ما دخلتش اللعب الأسود اللي... هنا عنده إيه؟ الأسود هنا عنده وزير جيد مش ضعيف وعنده رخين لسه ما دخلوش في اللعب دي الفكرة ببساطة إزاي بقى تستغل عدم تعبئة الأسود قطعه بشكل جيد وأنت عندك انتشار جيد بالقطع خصوصاً الفيل بتاعك القوي والرخ بتاعتك اللي على عمود الإف تلعب هنا إيه؟ لحظة واحدة إيه اللي... تلعب هنا إيه؟ وقف الفيديو وحاول تجيب لي البيست موف هنا تلعب هنا إيه يا أستاذ؟ خد لك ست ثواني وحاول تجيب الفكرة بتاعت الكلام تلعب هنا إيه؟ طبعاً أستاذ محمد الزد بيقول لي ضحي بالوزير رخي في حصان حلو رخي في حصان بس انا عاوزك تكمل يا استاذ محمد رخي في حصان هاكل هتلعب ايه بعديها ماذا ستلعب هي دي الفكره يا ريت يا اساتذه واحنا بنحل آه الحل بتاعنا ما يبقاش حل عشوائي او حل انت جيب اول نقله وخلاص يعني لو عاوزين يعني انا بتدرب كده آه جبت النقله الاولى ماشي حلو قوي ما هو انا عشان اجيب النقله الاولى لازم اجيب النقله الاخيره لاخر لاين اخد اللاين من اوله لاخره من فيرست موف اندي موف لاخر نقله تمام تمام شوف النقلات المتاحه في الشكل ده تلعب هنا ايه استاذ مشعل بيقول لي ار في اف 6 ار في اف 6 ماشي ماشي يا استاذ مشعل بعد ار اف 6 هتلعب ايه الابيض هياكل الاسود هياكل بدا في رخ بعديها هتلعب ايه قول لي نقلات قول لي بعد ما اعمل كذا هلعب كذا والقسم هيلعب كذا وبعد كده في الاخر هيبقى وضعي او الموقف بتاعي هيبقى كذا ويبقى كده انا خدت افضليه او عندي تعويض جود بلاي استاذ علي سلام حل الموقف تعالوا بقى نشوف الحل ازاي البيست موف هنا يا اساتذه هتلعب رخ اف 6 طبعا دي نقله جيده جدا 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 طبعا اجبار ياكل بيدق في رخ هتلعب هنا ايه في واحد صديق ممكن يقول لي انا هلعب بالنقله دي على طول لو لعبت النقله دي على طول عشان تهدد بالمات هو هيمشي بالرخ ويبقى عنده مربع الهروب وشكرا وشكرا على التحيه بعد كده وما عندكش حاجه لازم العب نقله اسمها نقله بينيه نقله تمنع تمنع الملك ان هو يهرب ازاي نلعب كينج جي الله 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 كينج جي4 الفكرة إن أنا كده بكبره إن هو يروح فين؟ على عمود الاتش. حلو الكلام، هيروح كينج اتش 8، هلعب كيو اف 5. كيو اف 5 أنا طالب مات. طب ليه ممكن واحد يقولي طيب أنا ممكن ألعب دي. آه ممكن يلعب آه وزير على مربع اتش آه 5 وطالب مات برضه، ولكن هو يبقى عنده نقلة كمان، هيبقى عنده النقلة دي. خلي بالك، شوف نقلة بتفرق. يعني لو لعبت النقلة دي هلعب إيه؟ هلعب النقله دي عليك هتاكل وزير في بيدق هلعب النقله دي عليك وحميه الماد. وما عندكش حاجه تخيل نقله وزير بتفرق فلازم تختار نقله وزير قويه اللي هي نقله الوزير دي العب دي عشان يبقاش ما بقاش عنده دفاعات كده مفيش دفاعات طالب مات اجباري هيروح باي نقله خلاص وزير في بيدق بكش مات خلي بالك يعني بص فروقات بسيطه جدا بس هتفرق معاك في في المادي لو انت لعبت على طول زي ما قلنا وزير اتش 5 هيقدر يدافع بنقله اف 5 وبعد كده نقله هيقدر يدافع ببدائين ويمنع بعد كده المات بتاعتك ويبقى كسب في الشكل ده. ارجع وتعالوا نشوف الموقف اللي بعده. الموقف اللي بعده هنا زي ما انت شايف الاسود هنا عنده بدا يرقي وعنده بدا تاني. الاسود هنا بيهدد بترقيه. لو انت مكان الابيض هنا ازاي تكسب في الشكل ده؟ برضو وقف الفيديو أو وقف اللايف وحاول تجيب لي الفكرة ديت، تلعب هنا إيه؟ تلعب هنا إيه يا أستاذ؟ إزاي آه الأسود، زي الأبيض يكسب في الشكل ده؟ Why to move؟ يلا خد لك ست ثواني وحاول تجيب الفكرة بتاعة المكسب في الشكل ده. الأسود بيهدد بيترقية. الأسود بيهدد بترقية يا عاوز يرقي. إزاي الأبيض آه يكسب في الشكل ده؟ طبعاً ده يا موقف في الإند جيم برضه من المواقف المشهورة، واللي ساعات بتحصل آه مواقف شبيهة للموقف ده. تلعب هنا إيه؟ أستاذ علي سلامة بيقول لي أخش بالملك في دي 3. صديق هو قال لي دلوقتي آه يعني أنا فهمت كده من الأستاذ علي سلامة إن هو عنده فكرتين، بيقول لي دلوقتي أنا فكرتي إيه؟ الفيل مانع البيضة يعني يوم ما يرقي هكسره فيل في بيضة ولكن الملك هنا هيروح ياكل البدأ ده ويبقى معايا بدأ في الآخر في الإند جيم ورأي. دي فكره كويسه ولكن آه هيبقى الملك هنا آه مراقب آه مربع ترقيه ويقدر ياخد المقابله مع ملك الخصم ويبقى دور تعادل ما مش اي بدا معاك تقدر ترقيه لو الاسود فاهم آه فن المقابله هيقدر يتعادل مع البدا الزياده اللي معاك خلي بالك هنا في مكسب اسهل ما دخلش نفسي في احتمالات المقابله وهل الخصم هياخد مني المقابله ولا لا لو خد مني المقابله خلاص البدا ده اللي في عمود السي ما بيرقيش عشان في نقلات بالملك هيحاول ان هو ياخد المقابله مع ملك القسم ويمنع الترقيه او ياخد المقابله ويبقى ما فيش ترقيه في الشكل زي ما احنا عارفين يعني طيب جميل يبقى نلعب هنا ايه يلعب نقله قويه جدا 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 وعليها علامتين تعجب ايه يا استاذ النقله بيشوب اي الله 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 ايه النقله دي يا استاذ فكره النقله دي دلوقتي انا دلوقتي بقول له العب يا العب في الشكل ده لا اما هتزق البدا نقله او نقلتين واكل مرور ورقي تمام او حتى امشي على طول مش لازم اكل واسيبك تلعب بعد كده ورقي وزير وابقى انا اسرع لا اما تاكل ملك في فيل والملك طبعا ما عندوش اي مربعات غير ان هو ياكل ملك في فيل فهنا اجباري يعمل ايه؟ كينج في اي هلعب معاه نقله قويه جدا وهي كينج سي الله الله كده انا بكبرك الملك كده ما عندوش اي مربعات كده بكبرك ان انت تحرك البيدق اللي موجود فين؟ اللي موجود على عمود البي، هتلعب بي 5 انا مش هاكل مرور لو كلت مرور لو كلت مرور هيبقى الدور ستيل مات يبقى الاسود اتعادل مع الابيض ولكن انا بلعب هنا سي 6 عاوز ارقي بي 4 سي 7 بي 3 كش ملك كينج بي 3 ما فيش مشكله اسيبك اكل البيدق وخليك تلعب نقله الملك كينج بي 1 وزير كده انا طالب مات في واحد هترقي بقى وزير هتاخد مات في واحد بالوزير الله الله في مربع سيتو. طبعا هترقي حصان خلاص انت بتخسر برضه لو رقيت حصان او رقيت اي قطعه ثانيه غير آه الحصان غير الوزير كده انت كده كده بتخسر في كل تفرعات بس غالبا الاسود بيرقي وزير في الشكل ده وانت بالوزير بتدي كش مات على مربع سيتو. يبقى الموقف ده يا اساتذه موقف فني جدا جدا هل انت بتلعب هل انت تتوقع ان تلعب نقله فيل على مربع اي 1 دي اللي انا عاوز اوصلها لك هل محطوطه في حساباتك فيل على اي 1 بشوب اي 1 لو انت جبت النقله دي او حطيتها في حساباتك دي انت هتجيب نقلات بص من خارج الرقعه نقلات ممكن تجيبها من خارج الرقعه مش موجوده اصلا فلازم تفكر فيش في الفكره دي الموقف ده نستفاد منه ايه نستفاد منه ازاي ان انا احط الملك في حاجه اسمها الزغزفانج حاجه اسمها النقلات الإلزامية بحط الملك في مربع بحيث إن هو يلعب كل نقلاته زي نقلة البيدق اللي موجودة على عمود البي وأنا أرقي البيدق وأديله مات بعد كده بالوزير على مربع سي 2 آه تمام تمام تعالوا نشوف الموقف اللي بعده يا أسد الموقف اللي بعده هنا آه موقف هنا للأسود تعالوا بس إيه نقلب الرقعة نقلب الرقعة النقل هنا للأسود زي ما انت شايف الموقف ده آه موقف استراتيجي بحت السنتر مغلق زي ما انت شايف الفيل ده بنقول ليه باد بيشوب فيل سيء الابيض هنا طبعا احسن عنده سبيس وعنده حصان قوي جدا على عمود جي وعنده آه فكرته غلط ببساطه بقى ان هو هيحاول آه يلعب الملك مثلا ويفتح الفايلات على عمود الجي ويلعب على جناح الملك، يعني فكرة الأبيض في الشكل ده إن هو يلعب على جناح الملك. دي فكرة الأبيض في الهجوم، ولكن الأسود زي ما أنت شايف قطعه كلها متكتفة بسبب السنتر المغلق اللي موجود في الرقعة. لو أنت مكان الأسود تلعب إيه؟ برضو أسيبك توقف الفيديو أو توقف اللايف وتحاول تقول لي الفكرة من النقلة اللي موجودة هنا، تلعب هنا يا أستاذ. خد بالك أنا في عاوز أقول معلومة يا إحنا طبعًا لما بنحل الموقف إحنا عارفين إن في مكسب أو عارفين إن في تعادل، فخلي بالك أنا مش عاوزك بقى إيه أه يعني عشان في موقف أنت بتفكر فيه، عشان عارف إن في مكسب بتفكر فيه، أنا عاوزك تطلع من القصة دي، أي موقف تشوفه لازم تفكر وتحتمل إن يكون في مكسب عشان تقدر تعصر دماغك وتحاول تجيب أفضل تكملة أو أفضل نقلة تتلعب في الشكل ده. آه ناس كتير قوي بتحل تكتيكات كتير ومستواها زي ما هو ما بيزيدش، بسبب واحد ان هو بيحل مواقف عارف ان المواقف دي فيها مكسب وهو طبيعي آه بيفكر وبيحصر دماغه لغايه ما يجيب الحل، اما بيجي يلعب في الرقعه الحقيقيه ما بيعملش حسابه ان المواقف اللي هو بيتعرض ليها ممكن يكون فيها مكسب فما بيعملش آه طريقه التفكير اللي هو بينفذها على الرقعه او على حله للالغاز والتكتيكات ما بينفذهاش على الرقعه. فعشان كده ما فيش فرق ما بينه وما بين الحلول اللي هو بيحلها. فخلي بالك احنا عاوزين نتدرب ان احنا اي موقف لازم نفهم قبل ما, ما نحفظ، احنا مش عاوزين نحفظ يا اساتذه. نركز ونعرف فكره المكسب فين؟ عشان كده بقول لك الفكره قبل الحل، هات الفكره قبل الحل. ما فيش فكره ما فيش حل. تمام تمام. يلعب ايه يا استاذ فى الشكل ده الاسود يلعب وياخد تفوق فى الشكل ده تلعب ايه فكر شويه اديك ستة ثواني حاول تفكر بلاك تومو. طيب هنا في نقله عليها علامتين تعجب. ايه لدي دي يا استاذ؟ اي 5 الله 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 اي 5 اه يا حاج اي 5 ده اسمه تكتيك اخلاء المربعات. يعني ايه تكتيك اخلاء المربعات؟ يعني انا أه بضحي بالبيدق ده بهاجم السنتر بتاع الخصم في مقابل ايه؟ ان انا بحرر قطعي كلها زي ما انت شايف حررت الفيل وحررت الحصان ممكن الحصان يجي في المستقبل على مربع اي 6 وكمان عمود ال الإي في لقطه من اللقطات هيتفتح بعد النقله الجامده ديت ودي بنقول عليها آآ آآ اسمها النقله المحرره تملي كده في بعض المواقف المغلقه وخصوصا المواقف المغلقه بيبقى في نقله اسمها النقله المحرره النقله المحرره النقله المحرره دي لازم تبقى عارف فكرتها لو انت مش عارف فكرتها هتفضل في الدور ده كده قطعة كلها مأنفده وفي آآ الصف الاول والثاني عندك وما اي حريه لقطعك والخصم بالنسبه له طول ما انت قطعك محيده او ما مربعات او ما فيش مساحه قطعك تلعب فيها هو اوتوماتيك هيطور قطعه اكتر واكتر ويزيدك ضغطا وراء ضغط لغايه ما ياخد افضليه كاسحه بعد كده. يبقى انت مجرد رد فعل للخصم في الموقف ده ولكن النقله دي نقله بنقول عليها نقله محرره عشان بتفتح الدور وبتحرر لي كل قطعه في الشكل ده. طيب ممكن واحد يقول لي طب يا عم ده ما هو هياخد بيدا انت اديت له بيدا عادي جدا لو كان دي في اي 5 هتلعب ايه؟ هتلعب نقله حلوه وهي ان جي 4 الله الله ان جي 4 اللي هدف منها دلوقتي انا طالب بيدا اللي طالب بدائين كده الب... البدائين اللي موجودين على عمود الاي سواء البيدا الفرق واقول له هات وزير وهات رخ ويبقى كده انا خدت خدت بيدا البيدا اللي هو خده وفي نفس اللحظه كمان هاخد فرق. طيب هو لو حمى البيدق دوت عندك برضو فكره تانية هتاكل حصان في بيدق عشان تاكل آه وزير في حصان عشان حصانه ده محمي بالبيدق اللي موجود فين بالبيدق اللي موجود على مربع اف 4 فمجرد ان انت تكسر حصان في بيدق وياكل بيدق في بيدق هتاكل انت وزير في حصان هيبقى حصانه غير محمي اذا نقله آه اي 5 نقله قويه جدا وعليها علامتين تعجب عشان حررت موقف الاسود تحرير كامل وكمان اديت له كمان لعب وافضليه كبيره جدا في الموقف ده. هيلعب هنا ان uh, دي 1 عشان يحمل البدء بتاعه ان اي -E 5 وخلاص كده لو انت كلت بدء في حصان هاكل انا وزير في حصان بكش وعندي بعد كده رخ بيدأ وعوض كمان البدء بتاعي مع لعب كبير جدا للاسود. فموقف ده موقف استراتيجي بيحصل في الادوار المغلقه امتى العب النقله المحرره؟ ده عنوان الموقف ده النقله المحرره. يلا بينا نخش على الموقف اللي بعده هنا آه النقل هنا للابيض تعالوا بس نقلب الرقعة الاول عشان تشوفوا الرقعة بشكل جيد النقل هنا للابيض اساسا تلعب هنا ايه زي ما انت شايف الحصان مربوط على الوزير حلو الكلام والرخ طالب الفيل وعندك حصان جيد ممكن يجي في اي وقت على مربع جي 5 وعندك حصان سيء شويه للابيض اللي هو حصان على مربع دي 1 والاسود عنده رخ قويه جدا على هذا العمود وعنده وزير وفيل حلو الكلام تلعب هنا ايه برضو اسيبك تفكر شويه وتحاول تجيب لي فكره المكسب ست ثواني وتفكر النقله هنا للابيض استاذ مالك بيقول لي من فين اقدر اجيب هذه الوضعات بص يا استاذ الشطرنج أه يعني الشطرنج يا اساتذه موقف بوزيشن الشطرنج بوزيشن البوزيشن هو اللي بيحكم عليك او بيحتم عليك ان انت بناء على المعطيات اللي موجوده عندك في الرقعه بناء على النقلات اللي انت هتلعبها في الشكل انا مش عاوز عشان كده بقول لك افهم ما تحفظش الموقف ما بيتحفظش الموقف بيتفهم لو فهمت الموقف وفهمت افكار الموقف انت اي موقف بتحله فهمت افكاره هتقدر تطبق افكار الموقف ده في اي مواقف شبيهه بيه هي, هي دي الفكره جراند ماستر هل انت فكر جراند ماستر كل المواقف عارفها لا هي الافكار هنقول كل الافكار لو قلنا افكار الشطرنج مثلا 100 فكره ال 100 فكره دول بيكرروا في مواقف مختلفه بقى. هي نفس الافكار واحده ولكن القطع ووضع القطع في الرقعه هو اللي بيختلف ولكن كل موقف بيطلع فكره من ال فكره اللي احنا درسناهم زي النقله المحرره، النقله المحرره دي فكره من الافكار اللي موجوده في الميدل جيم مثلا او حتى موجوده في الاند جيم ايا كان يعني اسمها النقله المحرره. النقله المحرره دي هتلاقيها في بعض المواقف المغلقه اللي احنا لسه شارحينه من شويه. فافهم الفكره عشان تقدر تستحضرها في الافكار المشابهه ليها. كلام جميل كلام جميل. طيب هنا بقى عاوزك تفكر شوية عاوزك تفكر شوية مش عاوزك تستعجل الحل الموقف ده موقف بسيط جدا 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 تلعب هنا ايه وقف الفيديو وقف الفيديو تاني قلت لك اهم حاجه بس افهم الفكره دلوقتي استاذ ميتو بيقول لي حصان اف طيب حصان اف2 النقله دي نقله جيده كلام جميل كلام جميل ليه يا استاذ تعالوا بقى نشوف على الرقعه عشان نشوف الكلام ده هي فعلا آه نايت الدي على مربع اف2 اولا اف بقى الموقع دلوقتي عندي حصان غير منتشر آه محطوط في مربع آه دي 1 طبيعي ان انا لازم اطور القطعه دي يبقى ده مبدئيا يعني حتى لو انت مش طالب حاجه حتى لو انت مش طالب حاجه فنقله فني... نايت دي 1 على مربع اف 2 دي نقله جيده عشان حاجتين انتشرت بقطعه اقل نشاطا اللي هي الحصان ده بنقول قطعه اقل نشاطا يعني اقل قطعه منتشره في الرقعه فانا بحاول ان انا اطور القطعه دي فبحطها على مربع اف 2 وده السبب الاولاني السبب الثاني كمان النقله دي ليها فايده ثانيه تعدديه الاهداف ان انا انتشرت بقطعه وفي نفس الوقت طالب هدف ثاني طالب الحصان اللي موجود على عمود الاي وطبعا الحصان مربوط على الوزير يعني ما ينفعش يحرك الحصان عشان في وزير في وزير دي الفكره ببساطه يا اساتذه دي الفكره ببساطه يا اساتذه تمام تمام طيب يبقى اذا حصان اف 2 جامده طيب الفكره الثانيه اللي انت تتعلمها الموقف ده ايه ان الوزير ده بنقول عليه وزير اوفر لودد بيسز قطعه محمله بالاثقال يعني ايه الكلام ده يعني في بعض المواقف ان تلاقي في قطعه حاميه اكثر من قطعه او قطعه لها اكثر من وظيفه في الرقعه يعني الوزير هنا حامل رخ وحامل فيل وحامل حصان يبقى القطعه دي اسمها ايه لودد بيسز قطعه محمله بالاسقال طب ايه اللي نستفاده منها القطعه المحمله بالاسقال ده هدف تكتيكي يعني لو انا ضغطت على القطعه دي هقدر اخد اخد حاجه من دي ناخد القطعه نفسها او اخد الوظايف بتاعتها اللي هو الحصان او الفيل او الرخ عشان القطعة دي هي المسؤولة عن حماية الثلاث قطع دول فازاي بقى تضغط على القطعة المحملة بالاثقال ان انا العب نقلة زي نايت اف 2 آه، نايت دي اف 2 دلوقتي انا بقول هات حصان دلوقتي فكرتي ببساطة ان اكل حصان في حصان واخد قطعة وبعد كده اروح فيل بعد كده او العكس ايا كان يعني فهنا هيلعب ايه؟ هيلعب ار دي 4 دي النقلة اللي بتتلعب في الشكل ده ار دي 4 قال لك يا عم انا هحمي الحصان حميه كده بقطعتين فما فيش مشكله لو كسر... لو كلت حصان لو كلت حصان في حصان هاكل بالرخ واقول لك وزير دي الفكره ببساطه ولو كلت رخ في فيل هاكل رخ في وزير وبعد كده تاكل رخ في وزير اطلع اكل بالرخ ويبقى معايا رخ قصاد حصان وكده مكسب سهل في الاند دي الفكره ببساطه ولكن هنا بيلعب نقله حلوه وهي وزير على مربع اي 3 دلوقتي انا بقول لك ايه بقول لك انا عاوز رخك تهديد جديد وعاوز حصان في حصان بعد لما تمشي برخك وعاوز رخ فيل كل دي نقلات انا عاوزها في الشكل ده فيلعب هنا بي6 بي قال لك لا يا حاج ادي القطعه الثانيه اللي انت كنت ضغط عليها بالرخ انا كمان احميها بالرخ عادي راح يلعب له نقله حلوه وهي ار سي 8 ار سي 8 ديك الشمالج الفكره من النقله دي ايه طبعا لو انت فكرت ترجع بالفيل هاكل وزير رخ ببساطه خالص ولو رجعت بالرخ هكسر وبعد كده اكل وزير في حصان كلام ك... كلام كبير يبقى اذا هنا انت لازم تحرك الملك ما ينفعش طبعا تغطي بال بالوزير عشان الرخ يبقى اجباري هتعمل كينج اف 7 ساعتها هيلع... هيحصل لعبه هي... ساعتها هي... هينشا هجوم اخر قطعتي اللي موجوده على مربع اتش 3 هيبقى ليها مربع جيد بكش اللي هو نايت في آه... نايت آه... آه... نايت اكل نايت في نايت هتاكل انت رخ فحصان حصان اجباري بعد كده ناي جي 5. كده تكمن نقله النقله ديت. طبعا هنا واحد يقول لي طب ما انا ممكن اكل وزير آه وزير في حصان. لو انت اكلت وزير في رخ همشي بالوزير، ولكن هنا في نقله قويه كوين بي 3 وكوين بي 3 دي بتعبر عن تكتيك النقله الوسيطه، انا بقول لك كش وعاوز آه وزيرك. طبعا هتعمل رخ سي 4 ساعتها اكل آه بدء في وزير وانا خدت وزيرك في الشكل ده. يبقى عرفت الموقف ده النقله المحمله بالاثقال فكره الموقف كله طالما في قطعه في الرقعه اللي هي اكثر من وظيفه آه حاميه مثلا مربع مات وحاميه آه قطعه مثلا لو انت تغطى على القطعه المحمله بالاثقال دي بالقطع وبالنقل السليم هتقدر تاخد تفوق لا تدي مات لا تاخد قطعه لا تاخد تفوق مادي او موقف آه او تفوق استراتيجي هو ده مضمون الموقف عشان كده بقول لك ما تحفظ افهم هتلاقي الموضوع سهل اما لو حفظت المواقف دي عمرها ما هتتحفظ يعني في ملايين المواقف فعمرك ما هتحفظ مواقف اه افهم الفكره عشان تقدر تنفذها في الورق تعالوا نشوف الموقف اللي بعده اساسا حلو الكلام اه هنا وصلنا للموقف 277 الموقف 277 والنقله هنا للابيض الابيض يلعب هنا ايه؟ زي ما انت شايف البيض هنا طالب حصان الاسود بيهدد بالحصان دي التهديد الوحيد اللي موجود في الرقعه لو انت مكان الربيع تلعب ايه برضو وقف اللايف وحاول تجيب لي احسن نقله تلعب ايه يا استاذ استاذ عبد الرحمن بيقول لي كوين آه اي 4 كوين اي 4 دي النقله فعلا البيست موف في الشكل ده كوين اي 4 فعلا نقله البيست موف في الشكل ده وجود بلاي اللي جاب النقله دي جود بلاي اللي جاب النقله دي يا اساتذه ايه النقله اللي جابها كوين آه اي 4 حلوه النقله دي طبعا نقله آه جيده مش سيئه ولكن عليها آه ردود كتير يعني آه تعالوا نشوف بلندر بلندر الابيض طبعا البيست موف هنا كوين اي 4 دي البيست موف ولكن انا الابيض قال لك انا عندي نقلات إن احسن من كوين اي 4 ايه يا استاذ قال لي هلعب إني في 5 الله الله ايه أنا دي 5 قال لي دلوقتي انا عندي فكره حلوه قوي عندي ان انا خدت هسيب له الحصان وهلعب بعد كده حصان في حصان بكش ويبقى عندي افكار جامده في الشكل ده تعال نشوف الكلام اللي هو عاوز يطبقه ولكن دي اوهام هو شاف اوهام وفاهم ان هي حقيقيه ولكن دي اوهام يا استاذ ايه في بي 5 انا خدت قطعه كده ان الاف 6 قال لك كش ملك هو فاهم بقى ان انا اقول له كش ملك مش هفاجئه بنقله عمره ما يتوقعها لو انت مكان اللي اسمه تلعب هنا ايه؟ وقف بقى الفيديو برده في الشكل ده وحاول ترد على النقله بتاعه الابيض حصان في حصان بيكش تلعب ايه يا استاذ؟ طبعا الفكره هنا الفكره لو انت كلت كانت... تعالوا نشوف الحل الالي اللي بعض اللعيبه هي... هيلعبوا يقول يا عم اكل في حصان ايه المشكله يعني لو كلت بدأ في حصان دي هتبقى نقله بلندر عشان عليها ايه كيو في دي 8 إيه بكش هتاكل اجباري واكل بيشو في اف 6 بكش وخدت الرخ يبقى اذا الخطه اللي عملها الابيض نجحت في الشكل ده ولكن مش ده اوهام يعني القسم مش هيلعب النقلات اللي انت راسمها في خيالك لازم تكون نقلات اجباريه عشان تبقى انت لعبة صح لو مش نقلات اجباريه يبقى خلاص يبقى يعني انت آه بتلعب على البلندرات بتاعه الخصم واللي بيلعب على بلندرات الخصم عمره ما يكسب في اي شكل ليه ان في ردود تانية غير النقلات اللي انت راسمها في خيالك تمام تمام طب هيلعب هنا ايه احسن نقله يا اساتذه يلعب نقله قويه جدا وهي كيو في اف 6 الله 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 ايه النقله دي يا استاذ بقول لك باكل وزير في باكل ايه؟ باكل آه وزير في حصان ومانع اي افكار، لو انت اكلت بقى بشوف في وزير تقول انا اكلت كده وزيرك وطالب مات، هقول لا، عندي بي فور وده اسمه الوتر الوحيد للملك، يعني انا بقول لك كش ملك اجباري ربط بالوزير، اكل وزير في وزير، تاكل بالملك وبعد كده اكل آه بدأ في فيل، وكده انا معايا قطعه زياده، معايا حصان زياده في الشكل ده، الحصان اللي انت فرطت فيه على مربع بي5. يبقى خلي بالك الافضل طبعا من النقل ده كله النقله ديت اللي هي كوين كوين اي 4 دي نقله الانجن يا اساتذه كوين اي 4 دي نقله الانجن طبعا طالبه حاجات كتير بقى طالبه الكش دي طالبه الكش دي وعندك لعب هنا فلازم يرد على النقله دي لازم يلعب نقله زي نقله الفيل وهيبقى في بقى نقلات كتير قوي في الشكل ده هيبقى في نقلات كتير في الشكل ده طبعا مش عاوز بقى اطول لكم على ال على الشكل ده طبعا آه، الجراند ماستر في الشكل دوت بيقول ايه ان دي 5 از فلويد يعني نقله آه، معيبه او نقله آه، سيئه ان انت تاكل حصان في بدا دي نقله ضعيفه جدا وعليها عقاب كبير جدا من الاسود تمام تمام طيب تعالوا نشوف الموقف اللي بعده يا اساتذه الموقف اللي بعده هنا موقف برضو شهير جدا في الاند الاسود هنا عنده بدائين وبيهد بمد دلوقتي في واحد تخيل مات في واحد آه ومعاه رخ واللي مع معاه رخ ازاي تتعادل في الشكل ده ايه الفكره بتاعت التعادل طبعا انت هنا ما عندكش مكسب انت هنا عاوز تنقذ نفسك من المات عاوز تنقذ نفسك من المات تلعب ايه وقف برضو الفيديو وحاول تجيب لي احسن نقله هنا تلعب ايه طبعا جود بلاي لكل الافاضل كل الافاضل اللي حلوا الالغاز اللي احنا بنقولها او المواقف اللي احنا بنقولها ولكن احنا يهمني ان انت تفهم الموقف قبل ما ايه يعني انت بتحل الموقف عشان انت فاهم الموقف مش عشان انت فكرت في نقله معينه وشايفها حلوه فانت بتلعبها مش عاوز النقطه دي اتاتز عشان دي نقطه محوريه جدا في تدريبك لو عاوز تتدرب صح يعني تلعب هنا ايه يا استاذ قول لي كل نقله انت انا عاوزك تقول لي اللاين كله هلعب النقله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ومن خلال النقلات دي انا اتعادلت مع الخصم او خدت تفوق على الخصم او كسبت الخصم تلعب ايه يا استاذ؟ استاذ مشعل بيقول لي ار اي 7 فعلا ار اي 7 هي النقله البيست موف في الشكل ده فود بلاي طيب آه استاذ مشعل كمل آه يا ريت اللاين بتاعك ار اي 7 انا بقول كش ملك اجباري طبعا قول لي موف لازم يجي كينج بي 3 طيب بعد كده تلعب ايه؟ قال لي هلعب نقله اخرى ار اي 3 الله 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 طبعا ار اي 3 انت ما فيهاش تاكل بالملك لو كلت بالملك او كلت بالبيدق ايا كان لو كلت باي قطعه من ال... م... 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 اي قطعه بالاسود سواء بالملك او بالبيدق الملك هيبقى في الست... في الاستيل مات عشان ما عندوش اي مربعات آه ما عندوش اي نقله قانونيه يلعبها فهنا اجباري لازم الملك يمشي كينج سي لو جيك سين... كينج سي تلعب ايه؟ ار اتش 3 خلاص كده كده الدور تعادل 100% كده انا عاوز اكون الملك في بيدق النقله الجايه وخلاص كده طالما فصلت الملك فصلت الملك عن عن بدا الترقيه خلاص كده الدور تعادل الملك ملك في بدا وبعد كده البدا ده عمره ما هيرقي عشان موقف في رخ وموقف في النهايات معروف يعني ففكره ار في اي 7 نقله جيده جدا واه كينج بي 3 وار اي 3 نقله ممكن ما حدش يلعبها يقول لك يا عم انا هخسر قطعه لا يا حاج مش هتخسر قطعه لو كلب بدا في رخ تعادل ولو كان الملك في رخ تعادل بفكره ان الملك في الاستيل مات الملك المخنوق ازاي احنا قلنا مش عاوز اعيد نفس السؤال طالما انت بتخسر اجباري العب على الفكره الثانيه فكره الدرو فكره التعادل استحضر بقى احد افكار التعادل اللي انت درستها زي الكش المستمر وزي الاستيل مات وزي القطعه الوحيده دي فكره القطعه الوحيده انا معلش الرخ واحد هضح... لو ضحيت الرخ دي يبقى الملك في الاستلمات كلام جميل كلام جميل. ارجع وتعال نشوف آه موقف تاني نتعلم منه. هنا الموقف 279. انال هنا الابيض لو انت مكان الابيض تلعب هنا ايه؟ طبعا هنا آه آه وزير بيهدد وزير وزي ما انت شايف رخ ماسك عمود الاف وعنده حصان جيد جدا على مربع اف 4. وفكره الابيض هنا ان هو ياخد الفايل بعمود الاي ونفس الكلام الاسود هياخد الفايل برضو بعمود الرخ ويخشوا في الشكل ده ولكن الابيض احسن عشان عنده فرق في في الوضع ده حصانين وفيل ورخ اربع قطع وصاد أه خمس قطع لا الاسود هنا عنده افضليه عنده قطعه زياده عنده فيل وحصان قصاد رخ يعني الاسود عنده هنا الافضليه يعني فكره التكسير الابيض لو فكر يكسر يبقى بيسهل المأموريه على آه الاسود يبقى قصه ان انت تكسر دلوقتي دي نقله بلندر عشان كده يكمن اهميه آه اهميه تقييمك للموقف آه طالما الخصم معاه قطعه زياده معاه ماتيريال يبقى ما تكسرش قطعك استمتع بالقطع انجوي بيسز عشان تحاول تعوض الافضليه اللي عند الخصم لو العكس بقى لو انت اللي معاك الماتيريال انت اللي معاك قطعه زياده يبقى كسر القطع كلها في بعضها عشان تستفاد بالقطعه الزائده اللي معاك سواء بيده او بدائين او قطعه حلو يبقى دي الاستراتيجيه اللي انت تفكر من خلالها ازاي تلعب اي موقف في افضليه ليك او او عليك فهنا نفس الكلام هنا في افضليه للاسود افضليه ماديه ادفانتج في الماتريال يعني. ازاي ان انت بقى ما تكسرش هنا وتلعب نقلات قويه بحيث ان انت تاخد افضليه حاسمه في الشكل ده. وقف الفيديو وحاول تجيب لي الفكره. طبعا انا كده حليت لك الموقف بساعدك طبعا. تلعب ايه يا استاذ؟ يلا حل الموقف ده واي تو كيف الابيض ياخد افضليه في الشكل ده جود بلاي يا استاذ مشعل تحياتي ليك طبعا آه استاذ مشعل قال لي يا عم انا عندي حل قوي جدا 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 ايه يا استاذ الحل بتاعك قال لي عندي فكره آه جيده جدا هلعب نايت اتش 5 الله الله طبعا نايت اتش 5 الفكره منها انا عاوز حصان في حصان بهاجم آه الحصان بقطعتين بالحصان وبالرخ وفي نفس الوقت لو عرفت اكل الحصان ده يبقى وزيره هيبقى مش محمي واقدر اكله النقله الجايه طيب واحد يقول لي يا عم طب ما ناكل وزير في وزير الاول لو كلت وزير في وزير تكمن بقى النقله القادمه اللي هي النقله تكتيك النقله الوسيطه بكش اللي هي حصان في حصان بكش الاول بعد كده الملك هيتحرك في اي مربع اكل بدا في وزير بعد كده دي الفكره يا اساتذه عشان كده تكتيك النقله الوسيطه النقله البينيه اسمها النقله البينيه او انترميزو بيسموها انترميزو النقله البينيه انترميديت موف ايا كان الاسم بقى اللي انت حافظه النقله البينيه دي نقله بتبقى في ثنايا بعض النقلات الواضحه النقله البينيه دي نقله في ثنايا بعض النقلات الواضحه اللي موجوده في الشكل ولكن النقله دي بتختلف في ايه بقى؟ ان هي بتعمل عمليه فصل ما بين هذه النقلات لو احنا ارجع كده لو احنا عملنا نقلات اليه لو عملت عملت وزير في بيدق وزير في وزير وكلت بيدق في وزير هياكل هو آآ حصان في حصان ما عملتش حاجه يبقى هو اللي كسب هو اللي خد منك حصان اما النقلات ال 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 البينيه قوتها في كده بقى قوتها في كده ان انت بتكسر الاليه بتاعت النقلات المتتاليه ورا بعض بتعمل حاجه مختلفه شويه زي ان انت بتلعب نقله زي كده هو ياكل وزير في وزير انا ما باكلش بدأ في وزير بقى اكل اول حصان في حصان بكش يحرك الملك في اي مربع عشان دي كش نقله بينيه بكش في نقله بينيه من غير كش خد بالك ده ده النوع الاولاني نقله بينيه بكش وطبعا نقلة بينية بكش دي بتبقى اقوى بكتير من نقلة البينيه اللي هي بدون كش طبعا الملك هيروح في اي مربع وليكن المربع ده بعد كده اكل بدأ في وزير وكده انا معايا قطعه قويه جدا وكمان بهاجم قطعه اخرى بتنبو اللي هو الفيل كلام جميل كلام جميل يلا نشوف موقف اخر يا سادسة هنا موقف جميل جدا 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 زي ما انت شايف كده الاسود لعب نقله زي دي ويقول لك انا عاوز كده وزيف رخ بكش مات. لو انت مكان الابيض تلعب ايه؟ وقف الفيديو وحاول تجيب لي فكره المكسب تلعب هنا يا استاذ؟ ايه الفكره هنا. المتعه يا اساتذه في مواقف الشطرنج الافكار اللي انت بتستنبطها من كل موقف هي دي المتعه انا ما بحل اي موقف آه زي ما كنا بنشوف كده ناكامورا وهو بيحل الالغاز السريعه كان يقول ايه؟ آه بون برموشن ترقيه آه بيدا فورك يقول لك مثلا ادفانسد بون يقول لك مثلا دبل اتاك وهكذا يعني وهو بيحل بيقول لك الفكره بتاعت المكسب حتى لو المكسب بعد عده نقلات متتاليه فانا عاوزك كده ايه الفكره من النقله دي؟ الله, الله 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 تحياتي طبعا لكل الافاضل قال لي يا عم الموضوع ابسط مما نتخيل جدا ايه النقله دي؟ النقله ببساطه خالص نقله برضو او الموقف ده بيتكرر في ادوارنا حاجة زي كده، أنت رابط الوزير على الملك، وهو رابط الرُخ على الملك، وده اسمه ربط آه مطلق، يعني إيه ربط مطلق؟ الربط المطلق اللي أنت تربط قطعة على الملك، الربط النسبي إن أنت تربط قطعة آه على قطعة ذات قيمة كبيرة، يعني مثلا رابط الحصان على الوزير، رابط الحصان على آه الرُخ، ده اسمه ربط إيه؟ ربط نسبي، يعني إيه ربط نسبي؟ يعني القطعه اللي انت رابطها دي ممكن تتحرك ويسيبك تاكل الرخ او يسيبك تاكل الوزير اما الربط المطلق ده مستحيل القطعه المربوطه على الملك ان هي تتحرك عشان هتبقى نقله غير قانونيه فخلي بالك من المفاهيم دي طيب هنا الرخ هنا مربوط ايه ربط مطلق على الملك يعني الرخ دي عمرها ما ينفعش تاكل رخ في وزير عشان الرخ رابطها ونفس الكلام الوزير هنا نفس القصه مربوط ربط مطلق على الملك مربوط ربط مطلق يعني برضه الوزير ده ما ينفعش يتحرك لذلك هنا احسن نقله كوين اي 5 الله الله الله, الله. كش ملك وبقول له النقله الجايه هاخد وزيرك اجباري طبعا الوزير ما يتحركش عشان الرخي مربوط كلام جميل كلام وطبعا هنا الابيض كسب في الشكل ده بنقله بسيطه خالص اللي هي كوين اي 5 كلام جميل كلام جميل طبعا يا اساتذه ده, ده كان احنا وصلنا كده للموقف 280 ان شاء الله اصلا كده 20 موقف بالظبط ونوصل ل 300 موقف شطرنج. طبعا آه انصح الجميع آه سواء كنت مبتدئ او كنت محترف ان انت تذاكر ال 300 موقف شطرنج دولت. آه تذاكرهم بقى عن طريق الفيديوهات اللي انا عرضتها لك او تذاكرهم بعد كده في الداتا ايا كان المهم ان انت لازم تذاكرهم. ال 300 موقف شطرنج دولت آه حصيله جيده جدا تؤهلك ان انت تبقى لعيب شطرنج محترف. هتاخد من ال 300 موقف افكار كتير جدا هتساعدك ازاي تدافع وازاي تهاجم وازاي تستثمر هذه الافكار في دورك الرسميه. لو انت فعلا عاوز تبقى لعيب شطرنج محترف. اول اول حاجه بعد اللايف دوت ما تنسوناش بقى اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ولايك وشير وما تنسوناش يا من صالح الدعاء وطبعا ما تنسوش الدعاء لأهل غزه. اللهم انصر اهلنا في غزه نصرا عزيزا مؤزرا. آه ما تنسوش المقاطعه مهمه جدا يا اساتذه ما تستهترش بعملك المقاطعه سلاح قوي جدا ضد هذا المغتصب او ضد هذا العدو. آه ما تنساش آه الدعاء وما تنساش ان انت آه تعرف الناس بالقضيه سواء باللسان او آه بالمال او لو تقدر بنفسك فافعل. وما تنسوش برضو التوبه الى الله والرجوع اليه حتى ربنا ينصرنا قريبا على اعدائنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه عاوزين بطوله؟ ماشي يا آه نحاول ساعه كده ونعمل بطوله يا آه تحياتي للجميع وما تنسوش بقى اللايك والشير يا اساتذه وتعليق محفز حتى نستمر. متنسوش برضو روابط التليجرام متنسوش برضو تنضموا عشان نعرف نبعت لكم روابط البطولات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته